نجم بيراميدز وصفقة القرن للأهلي، في الجناح تلاقيه وكمهاجم يبهرك ويكون زي ما قال الكتاب أحسن لاعب في أمم إفريقيا 2023 ومستقبل منتخب الفراعنة. معلومات أول مرة تعرفها عن نجم المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل. إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي، فاجئ الكل بأداء عالمي في أولمبياد باريس، سجل هدفين حطوا مصر في الصدارة وقربهم من التأهل وعزز من أحلام المصريين بذهبية الأولمبياد. أداء إبراهيم عادل قدام منتخب إسبانيا وتحقيق الفوز مش غريب على ابن النيل اللي رجله وعقله معجونين بالكوره، ومن اليوم الاول اللي لمس فيه الساحره المستديره وهو عينه على هدف واحد، اكون وسط الكبار او لا اكون. الجماهير كلها اشادت بابراهيم عادل واتكلموا عنه وقالوا مستقبل مصر ولاعب مفيش زيه، هو ده اللاعب اللي بندور عليه بقالنا سنين. ابراهيم عادل هيكون رقم واحد في مصر في السنين الجايه وهتتاكدوا من كلامي، يا ريت يحترف وصدقوني هنبقى قدام فرعون جديد في الدوريات الكبيره. لكن مين هو ابراهيم عادل نجم المنتخب الاولمبي؟ اسمه بالكامل ابراهيم عادل محمد علي حسن، من مواليد 23 ابريل سنه 2001. ابراهيم عنده 23 سنه، من مواليد بورسعيد، بيلعب في مركز الجناح وصناعه اللعب. ابراهيم عادل بدا مسيرته مع الساحرة المستديرة كناشئ في فريق المريخ البورسعيد، مش بس كده لكن كمان انتقل لقطاع الناشئين في نادي بيراميد سنة 2018، ومن وقتها بدأ نجم إبراهيم في الظهور عشان يكون واحد من أهم الأسماء اللي موجودة في مصر في مركزها. حصل إبراهيم عادل في بدايته مع بيراميدز على فرصته الأولى للعب مع فريق الكبار بداية من سنة 2019، ومن هنا كمان كانت بداية رحلته مع منتخب مصر الأولمبي اللي تواجد في قائمته وشارك في أولمبياد طوكيو 2020. إبراهيم أبهر الكل بقدراته ومهاراته وقالوا إنه واحد من أهم المواهب الكروية جوه مصر، ده غير كمان إن بدأت عدد من الأندية الأوروبية تتابعه عشان تضمه. إبراهيم عادل كان مفاجأة في أمم أفريقيا تحت 23 سنة وعمل أداء خيالي خطف بيه الأنظار، مش بس كده لكن كمان خد جايزة أفضل لاعب في كأس الأمم في نسخة 2023 في المغرب، وفي الفترة الأخيرة اسمه تردد بقوة داخل النادي الأهلي اللي كان عينه على اللاعب من زمان وعاوز يضمه لصفوفه. لكن بيراميدز فاجئ الكل بتجديد عقد إبراهيم عادل عشان يكمل مسيرته في النادي السماوي، لكن الأهلي مش ساكت وبيحاول يضم إبراهيم عادل في الفترة الجاية. وبحسب المصادر في القلعة الحمراء إن إبراهيم عادل واحد من الأسماء اللي مطلوبين بقوة في الأهلي، لكن المفاجأة كمان إن اللاعب كان تحت أنظار مسؤولي الزمالك اللي عاوزين يضموه، وفعلا حصلت محاولات في الميركاتو اللي فات من جانب ميت عقبة، لكن بيراميدز تمسك باللاعب وجدد عقده. لكن يا ترى هل إبراهيم عادل هيكمل في بيراميدز ولا هينتقل للأهلي أو الزمالك أو هيكون الفرعون الجديد المنتظر في الدوريات الأوروبية؟ خلينا نشوف.